بالنسبة للطحين ارتفع من تقريبا 12-13 شيكل كل كيس ولسه بده يرتفع. بسبب ايش؟ بسبب انه اللي صارت المشاكل في اوكرانيا الحرب واللي في روسيا وكمان لعبة التجار هاي. هذه كمان تنساش انه كمان لعبة التجار. خلينا نحكي كمان بصراحة وبوضوح أكثر، فهمت علي؟ إنه في ناس مستفيدة للارتفاع هذا. رايحة على مين هي؟ على المواطن. والله هي الأسعار كلها أنا شايف أنها فيها ارتفاع، يعني مش سهل الأسعار اليوم على المواطن، وبالذات في هذا الشهر الفضيل، لأنه يعني بيكون في عنده التزامات عالية الواحد، وتعودنا إحنا دائما أنه بشهر رمضان يعني بيكون عنده مصروف عالي الواحد. فإحنا لو نيجي مثلا نطلع على الأسعار الموجودة، يعني خلينا نأخذ مثلا مثال عن الدجاج. اليوم الدجاج سعره 18 وممكن يكون أكثر، كان 12 و13، يعني أنت بتحكي عن كيلو الواحد يعني بيفرق 5 شيكل 6 شيكل، وهذا يعني مادة أساسية ما بقدر يستغني عن المواطن عنده في البيت. بتروح على سوبر ماركتات ما فيها لا كاسات بلاستيك ولا فيها كاسات كرتون ولا فيها صحوني، لانه صار سعرها عالي. وهذه المشكله ان الشغله عالميه بتعرف، لانه كله هذا مستورد من الخارج، فعمليه الشحن صارت صعبه كثير. اليوم كونتينر اللي كان يكلف 2000 و 3000 دولار شحنه، اليوم كان بكلف بحدود ال 10000 12000 دولار. وهذه طبيعي يعني لها سبب في انه في ارتفاع على الاسعار الموجوده هنا. الواحد